اول حاجه احنا عندنا وباء في البلاد، راه ما عندناش الهفا اول حاجه، وهذا راه ولا مرض حتى هو حد ذاته، راه مرض ديال الهطه. شنو كيف يعقل اخويا انت غادي دي 20 لتر ديال الزيت بوحدك، وواحد اخر جارك عنده 4 ديال النفوس ولا 3 ما يلقاش حتى لتر ديال الزيت؟ الحشومه اللي عنده، راه بالعكس راه خصنا حنا اللي عنده الفلوس يتعاون اللي ما عندوش. دابا حنا في واحد الوقيته اللي محتاجين نكونوا يد وحده، ماشي نكونوا كل واحد يفكر في راسو. خصنا نخدموا بضمير في هذه اللحظه ونتعاونوا بيناتنا اللي قدينا عليه نديروه. بالنسبه للناس اللي غادي تزيد السلعه ولا الاسعار، عطاونا اشعار في الانترنت في كل شيء. الا بانتك شي حاجه ماشي هذيك باللغ، هذا راه ماشي تشكام ولا شي حاجه، هذا راه مصلحه عامه. خصنا نكونوا يد وحده باش نبينوا، نعطيو صوره للناس اخرين بان المغاربه راهم عقليه وواعيين، راه ماشي. تاسفت. اخر حاجه نقول لك، لحقاش حنايا فكرنا ما فكرناش شنو غادي نديرو. بقينا هاد الهضره ما خصنيش نقولها، بحال تنبانو على بعضياتنا زعما راه حنا مغربي، لدرجه ان الناس خرجوا يتسلفوا ملي شافوا داك الميساج اللي غادي نوصل هو من هاد المنبر هذا ومن هاد البليصه هادي. نديرو يد في يد ونكونوا يد وحده ونتعاونوا بيناتنا، اللي ما عندوش نتعاونوا معاه، واللي ما وصلاتو شي حاجه نوصلوها ليه. وما نساوش راسنا حنايا، حنا درنا الهطه وحنا في المدينه، راه كاينين الناس في القرى وفي البوادي، راه الله غالب كي غادي يكون الحال بهم. انا كنتقدم من شهر لشهر، زعما ماشي على قبل هذا الشيء، ديما كنتقدم من شهر لشهر، يعني داك الشيء اللي كناخذ الشهر كيديني حتى لاخر ديال الشهر ديالو. وراه هما دابا اللي خلاو السلعه، اللي خلاو السلعه تزيد تغلى. بحال دابا الخيزو بشحال كان خزو كان ب 3 دراهم، دابا وصلوا هما حتى 8 دراهم. 8 دراهم باش خديته انا، حيت انا محتاجه ليه حيت مع الصوبه وداك الشيء اللي كيخصني 8 دراهم. ما عندنا ما نديرو، هما اللي داروا هذا الشيء. يعني يكون كان شويه الانسان ياخذ القياس اللي غادي ياخذ. بحال دابا ديك اللي كتاخذ معقم تاخذ واحد الكميه كثيره، علاش ما تاخذ واحد جوج ولا ثلاثه وتخلي واحد اخرين تما ياخذوا بحالهم بحالهم؟ هذا الشيء اللي بغيت نعرف، انا ما فهمتش علاش يديروا هذا الشيء، لان هذا الشيء ما دايمش ديما. واحد المده غادي يمشي هذا المرض، والانسان خاصو ياخذ شويه ويخلي الاخر شويه والاخر شويه والاخر شويه، ما واحد اخرى ما عندوش باش ياخذ هذيك الكميه كثيره. اللي انت تاخذ انت 10 كيلو من هادو 10 كيلو، واش خليتي لذاك المسكين انت واش غادي ياخذ؟ ايوا المغاربه واحد الشعب اللي باغي بلا اعلاياش وصافي، بنادم اللي خازن شي العاقه تيخرج تيتقدا وكذا، وسر منين تيتزاد لهم في هذه السلعه وهذا الشيء. يو نو بنادم تيبغيها تمشي ليها الزحام باش يتزاحم وياخذ. بنادم راه تجي المجاعه يطلع على بنادم لاباس عليه حتى للدار، فهمتيني؟ بنادم ما كيهموش شنو هو دابا، مني هذا الشيء غادي يزيد يكبر. انا ما عرفتش انايا بنادم بعدا يخاف من الله هذا باش يشوف، ولكن الا كان هادشي بصح راه بنادم اللي غادي يجوع وكذا وما يلقاش السلعه في لي مارشي لي سوبر مارشي وكذا، راه يطلع على بنادم مشى للدار. ما غاديش يوحل هو في حال هاد المسائل، راه يقدر يطلع بنادم مشى للدار وشي ياكل شي الا هادشي كبر من هنا لقدام. ماشي في الصالح اللي كيتخاطف عليها اولا، اللي غادي ياخذ 5 الخبزات يخلي لخو خبزه، اللي غادي ياخذ 10 البيضات يخلي اللي ما عندوش اللي عنده الدخل المحدود يخلي ليه 2 بيضات. شكون قال هو بالنسبه ليه هو هذاك اللي خد 10 واش غياكلهم؟ هذا هو السؤال. واش تيق في نفسه بلا انه غياكل 10 الخبزات او لا 10 البيضات؟ هذه لصقت لها الخبر في هذا الصباح، هذه حشومه، لان ماشي غير الخضره سيدي، لان اللوبيا تزاد فيها 5 ديال الدراهم، يعني خنشه اللوبيا وصلت 125 درهم حشومه عليها. حنا خص بنادم يعرف بان المغرب راه دوله فلاحيه، خرج على المدينه غادي تاخذ اللي خصك وخذ على قد قياسك المعيش اليومي. حنا اللي ما كانش هذا الشيء كاع، اشنو المشكل؟ فين كاين المشكل؟ اللي كلا كاس ديال الحليب ممكن ياكل كيلو الكفته، فين كاين الفرق؟ ما كاينش الفرق. حشومة عليكم المواطنين، لأنكم سيروا ترتاحوا وسيروا بالأمور كما كانت أما هي، وراه ما غيكون غير الخير. نسينا حنا بلا أن حنا كنا قرينا كدي خبزة كدي خبز بارد ودي قرعة ديال أتاي باردة وكتغدى وتجي تقرا، فينا هي؟ نساوها. خليو الناس اللي غيتقدا 5 تقدا ولدي غير اللي يكفيك، وخلي الناس يعيشوا معاك.
خليو هادوك الناس اللي عندهم الدخل المحدود مساكن، راه ملي غيمشي عنده 50 درهم لا يعقل، لانه غادي يمشي يخسرها وغدا البنكه تعيط عليه، لان كاين بزاف الحالات بلا من حنا راه حنا مغاربه كنا سيقين الخبر لبعضياتنا اشنو كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.